بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اقترحنا اليوم بإذن الله باش نطيب وجبة سريعة وصحية، اللي هو مصلي في الكوشة أو بطاطا محمرة في الكوشة. المكونات كما تشوفوا عنا هنا: شرائح لحم بقري، حبة فلفل اللي حسب الرغبة، احنا اخترناها حلوة مش حارة، اللي يحب حار يستعمل حار، 5 حبات طماطم، ورق الغار الرند أو الغار، 3 حبات بصل، الثوم والبطاطا 5 حبات. هذه وجبة بالنسبة ل6 أشخاص. والحوارات باش نستعملوا زيت زيتونة عنا، والملح والكركم والفلفل أكحل، ملح وكركم وفلفل أكحل. تو باش نبداو بالمراحل، كيفاش باش نحضروا المراحل الأولية، كيفاش باش نقصوهم. أول حاجة ناخذوا صينية، معناها اللي باش نخلطوا فيها الخليط الكل. ناخذوا الشرايح هذيا نتاع اللحم كما شفتوها لهنا، نحطوها لهنا، نحطوا عليها شويه الحوارات. هذا اللحم نتاعنا نرش عليه رشه ملح، رشة فلفل أكحل، ونخلطوه شوية هكا في بعضه. توا باش نقصوا المكونات الأخرى ونحطوها فوقه، والطياب نتاعو باش يكون في الكوشة. نحضروه بشوية فحات باش يشرب شوية الفحات. توا باش نبداو بالمكونات الأخرى اللي باش نقصوها. اول حاجه عندنا البطاطا. البطاطا كل واحد حسب الرغبه نتاعو كيفاش يعني يحبها مزينه. تال احنا اليوم باش ناخذوها نزينوها بالقصاص هذا اللي خرجها مشرحه كما شفتوا هكا، تخرج مزينه من الشريط الكل. هذه البطاطا نتاعنا، واللي نقصوه كله نضيفوه فوق اللحم، معناها ناخذوه بالتدريج، نبدا نقصو كل مرة حاجة، معناها هذه تخلينا تقص البطاطا تجيبها لنا مزينة، حتى كيف تطيب تكون مزينة مشرحة وتجي مزيانة كي تطيب، معناها تولي فيها منظر حلو. تو كملنا البطاطا نتاعنا، باش نقصوا المكونات الاخرى. نبداو بالبصل. البصل باش ناخذوه نعملوه روندالات شرايح هكا، كيما شفتوه هكا شرايح. هذا البصل نتاعنا كملناه. ناخذ الفلفل نفس الشيء، نقصه شرائح دائريه كما قصينا البصل. المكونات الكل طماطم والفلفل والبصل نقصوها شرائح. بالطبيعه المكونات كلها غسلناها وحضرناها ونظفناها. هذه الطماطم نتاعنا باش ننحو الراس هذا، من بعد نقصوها شرايح نفس الشيء.
كملنا حبيت الطماطم تاعو هذه ما شفتوه اللون اللي يولع فيها. هذوما المكونات الكل، بصل، البطاطا، طماطم، فلفل واللحم. تو باش نكملوا الثوم، الثوم باش ناخذوا 3 حبات ثوم، خاطر اليوم اللحم بقري معناها نجمو نطيبوا راه الوجبه هذه بالدجاج ولا بالحوت، يعني برشا مكونات نجمو نستعملوهم. اليوم مادام عندنا اللحم بقري باش نستعملوا الثوم اكثر، معناها اكثر من اللحم الاخر. باش نعملوا الثوم معناها نغفصوه بالطريقه هذه. هذا الثوم تاعنا حطيناه، نجمو نزيدو نقصوه بالسكينه. هذا الثوم تاعنا، هذه المكونات تاعنا فيها الكل. تو الاساس باش نحطو الكركم، الكركم اللي هو يغير له لونه من الاصفر. حطينا الكركم، نضيفه كذلك رشه ملح اخرى، خاطر الملح الاول حطيناه في اللحم. نضيفه رشه فلفل اكحل، رشه خفيفه. نصب كميه الزيت، يعني عباره عن كوب زيت. وناخذ الخليط نخلطوه بالكدا، ما ننساوش ورقات الغار هذوما اللي باش نحطوهم، هذوما نحطوهم في الطبق. هذا طبق الفرن اللي باش نطيبوا فيه، نحطوا فيه نحضروا فيه ورقات الغار ونخلطوا الخليط. هذا الخليط نتاعنا كل عملنا له الحوارات، خلطناه بالكدا من غير نجيب الزيت، يعني الماء نضيفوه من بعد. كما شفتوه الكل ياخذ الحوارات بالكدا، نجم نخلوه حتى 5 دقائق او معناها يتنفخ الحوارات نتاعو. من بعد باش نحطوه في الطبق. هنا هذه الوجبه نتاعنا حاضره في الطبق نتاع الفرن. تواش باش نضيفوا لها، نجيبوا كوب ماء نصبوه في عنا اللي خلطنا فيها كل شيء، عملنا فيها نصبوا فيها كاس ماء، كاس فقط، معناها باش اللفاحات اللي قعدت فيها تهبط. هذه نصبوا عليها الكاس ماء، كاس ماء فقط، ونحطوها في الفرن لمدة نصف ساعة أو 40 دقيقة في حرارة تاع 200 درجة. هذه نحطوها نصف ساعة أو 40 دقيقة، حسب كل واحد حسب الفرن نتاعو. ثم فرن سريع، ثم فرن يعني احنا الفرن نتاعنا اليوم باش نحطوها نصف ساعة في درجة 200، في حرارة نتاع 200 درجة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وجبة سريعة وسهلة ومفيدة. كما شفتوا اللحم نحاول نحطوه ديما ملوطة باش ما يشيحناش، خاطر كي يجي من فوق يشيح وما يطيبش. انا نحاول نحطوه ملوطة، ونحطوا الطاجين في الوسط في الكوشة، ما نحطوش من فوق برشا. تو باش نحطوا الطبق نتاعنا في الكوشة، معناها حضرناها احنا، سخرناها الفرن، سخرناه من بكري، عنده على الاقل 20 دقيقة هو يسخن. كيما قلت لكم نص ساعة 40 دقيقة على درجة 200 درجة. هذا الفرن نتاعنا سخون، ها حطينا الطبق نتاعنا، حطيناه على 200 درجة كما تشوفوا، والحرارة فوق لوطة. وتو باش نعدلو الوقت.
هكا عدلنا الوقت على 35 دقيقة والحرارة 200 درجة والنار تكون فوق الوطا والطبق متاعنا يكون جاهز بإذن الله. هذا الطاجين متاعنا كما شفتوا ضرب وطاب كما عملنا له 35 دقيقة في الفرن على درجة 200 درجة ونقدموه بالطريقة هذه. نجمو نزينوه بشوية معدنوس كما تشوفوا حتى، يعني نعملوا عليه رشة معدنوس خفيفة هذه للتزيين، يعني عند التقديم كي باش نقدموه نعملوا عليه رشة معدنوس. إن شاء الله تجربوها تعجبكم وتاكلوا بالشفاء.